بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتحدث في فواتح سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بدنا ندور حول هذه المعاني إن شاء الله. أولا هي سورة القصص. مين بيجيب لي الآية اللي موجودة في السورة فسميت القصص؟ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. طبعا لما تسمى القصص، واحنا بنعرف انه التسمية التي تكتب في المصاحف تكون توقيفية. ايش يعني توقيفية؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا، فالتسمية يكون وراها اسرار، ويفترض انه يتم التركيز على الاسم، اسم السورة. اذا التسمية التي تكتب في المصاحف توقيفي، اي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا. ليش قلت تكتب في المصاحف؟ لأن العلماء ممكن يسموا بعض الصور بأسماء اجتهادية منهم، هذه لا تكتب في المصاحف، تمام؟ وممكن يكون في أكثر من اسم توقيفي للصورة، يعني محمد القتال مثلا أكثر من اسم توقيفي للصورة. طيب أولا القصص. قبل ما أتكلم في معنى القصص نيجي شوية. هي السورة بتبدأ بطسم. طسم. عندنا السور التي تبدأ تستهل بطا طاها، ثم عندنا الشعراء طسم، ثم النمل طسم، ثم القصص طسم. في شخص أستاذ عراقي من علماء اللغة، وجيد انه هذا يعني للناس اللي بيهتموا باللغة وبدهم يتبحروا فيها يقرأوا كتبه، وله ايضا مقابلات في التلفزيون، اسمه فاضل السامي الرائي، عراقي، كتبه كتب جيدة في اللغة، هو اصلا في اللغة العربية. فاضل السامي الرائي في كتاب قديم له، كنت مرة عم بقرأ فيما يكتب واذا به بقول السور التي تبدأ بطاء، اللي هي ذكرناها الآن، نجد أنه تستهل بالكلام عن موسى عليه السلام وقصته كلهن. طاها بتلاحظوا مقدمات، بعدين بدخل في قصة موسى عليه السلام وبفصل. عندك بعدين الشعراء طسم، شوية مقدمة بعدين بدخل في موسى. النمل نفس الموضوع، القصص نفس الموضوع اللي بتبدأ بطاء. قال ولكن باقي السور اللي هي بتبدأ بتستهل بفواتح زي ألف لام ميم كاف عين صاد إلى آخره ما فيها هذا القانون أو الملاحظة يعني المقصود. فمن أيام ما كنا نشتغل في العدد زمان، وأول كتاب أخرجناه في العدد كان سنة 1990، وكان يتعلق بالفواتح على فكرة، ولحد الآن ما نشرناهوش في صفحة الإنترنت
لأنه في حاجة لنعيد النظر في تبسيطه، لأنه في صعوبة شوية. كل عمل بيكون بداية بيكون في صعوبة وبيحتاج لإثراء. طيب طب فلفت انتباهي في حينه إنه الطه في سورة القصص اللي بدنا نفسر مستهلها إن شاء الله، سورة الطه عفوا القصص تبدأ بطا سين ميم، لفت انتباهي إنه تتكرر الطاء 19 مرة. وطبعا غني عن البيان في موضوع 19 برضو اللي تعرضنا له في أول كتاب أصدر سنة 90، كان يتعلق بفواتح السور وقضية العدد 19 وملابساتها وما حصل، وننقيها من مما دخلها من شوائب وضلالات المدعين إلى آخره. 19 من الأرقام المركزية في العدد القرآني، وهذا فصلت في كتاب الأول كما قلت. الآن فلفت انتباهي أن الطاء تتكرر 19، ونظرت فإذا موسى مذكور 18 مرة وهارون مرة، والمجموع كم؟ 19. يعني على قول السامي الرأي أنه لاحظ هذه الملاحظة، الصور اللي تبدأ بطاء لها علاقة بهارون وموسى، يعني لما بدخل في قصة موسى، فحرف الطاء متكرر 19 مجرد ملاحظة، وتكرر موسى 18 وهارون مرة هاي 19، وفيش أنبياء ثانيين في سورة القصص. الغريب في الموضوع هذه من ضمن الملاحظات إنه أنتم بتعرفوا في قضية العرب قبل الإسلام اخترعت الأبجدية وأعطت كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية بسموه حساب الجمل. المهم وعلماء الإسلام يعني تابعوا هذا الموضوع حساب الجمل واستخدموا، مش قضية. في بعض الناس بظن أنه هذا من اختراع اليهود، والصحيح تاريخيا ما حدا بيقول اليهود، وإنما هم العرب اللي اخترعوا الأبجدية، وكل أبجديات العالم الآن أخذت عن العرب على فكرة، وهذا مش موضوعي الآن. الآن فلما نأخذ ما يسمى بجمل موسى، اسم موسى يعني الميم 40 الواو 60 الستة السين 60 الألف المكسورة 10 ما هي ياء، هاي 116. هارون الهاء زي ما بكتب المصحف، طبعا احنا بنصير دائما زي ما بكتب هارون الهاء 5 الراء 200 الواو 6 النون، هم فيش ألف، النون 50 المجموع 261، مجموع اثنين مع بعض، ما هم أرسلهم الله مع بعض هارون وموسى، مجموع اثنين مع بعض 377. أول ملاحظة، مع انه هذا الكلام انا ما اعتدتش اني اذكركم في العدد هون في الدروس، هاي بدها سبورة وبدها تفاصيل، لكن لا بدي اقول هيك ملاحظات سريعة. انه لفت انتباهي انه مجموع كلمات الايات ال 18، لانه على فكرة ال 19 ادم ال 19 اللي وردت، يعني بقصد موسى وهارون، وردت في 18 آية، لانه في آية فيها موسى وهارون، فهن 18 آية، مجموع كلماتها 377. شو يعني 377؟ يعني جمل هارون وموسى. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ولاحظت على فكرة أنه 377 لها علاقة بهارون أكثر من موسى، فورد اسم هارون في القرآن الكريم 20 مرة في 13 سورة. مجموع أرقام السور لما منا نجمع العشرين مع أرقام سورها يعني، ومنكرر بالتكرار الأسماء، يعني مو المبورد هارون أسماء السور أسماء السور أسماء السور 20 اسم أرقام السور، المجموع 377 يعني جمل هارون وموسى. طب وإيش كمان؟ إنه في سور الطاها وطاسين ميم طاسين طاسين ميم الأربعة هاي تبدأ بطاء، ورد هارون سبع مرات، سبع مرات، مجموع أرقام الآيات اللي فيها هارون 377. وهاي السور الأربعة ورد فيها موسى 46 مرة، إذا ضربنا بجمله بطلع نتيجة، وورد هارون سبع مرات إذا ضربنا بجمله بطلع نتيجة، مجموعهم 19 ضرب 377. أنتوا عم بتلاحظوا؟ هلقيت الآن تكملة الكلام مش وقته، بس بدنا ندخل يعني جيد احيانا بعض اللطائف العددية لو اشرنا الها، ولكن وراءها عوالم مش وقته الان.
هذه مسألة. في الآيات إذا بتلاحظوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بدي شوي أوقف عند هامان. عند هامان هذا الاسم هامان في قاموس اسمه قاموس الكتاب المقدس، هذا موسوعة مسيحية تتعلق بالكتاب المقدس، يعني العهد القديم والجديد، وأنا سبق عرفت بالعهد الجديد والقديم. قاموس موسوعة، عم بنظر في اسم هامان في هذه الموسوعة المسيحية بعد ما انتهوا من التعريف بهامان. ايش يعني التعريف بهامان؟ مين هو هامان؟ هامان عندهم ورد في سفر اسمه سفر أستير، او احيانا بضبطوها، هم مختلفين في ضبطها، مرات بضبطوها استير مرات بضبطوها أستير. هذه امرأة يهودية من المسبيات، من المسبيات الى العراق وبلاد فارس، تزوجها الملك الفارسي ولها دور ولها سفر، يعني في العهد القديم عند اليهود والنصارى سفر اسمه سفر أستير أو سفر إستير. ولاحظت على فكرة، ما أدري هاي فيما بعد بتبعها يا عماد، إنه هي كاينة اسمها لا 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 لا، أنا بضبطها زي ما ضبطوها في الموسوعات، مرات بضبطوها، أما هاي إستر شو بقولوا لها مش قضية، بس هي بالموسوعات مضبوطة أستير أو مضبوطة إستير، تمام. ولكن اسمها هدسة، هدسة في الأصل. شوف لي فيما بعد هدسة، هاي في المستشفى له علاقة بأستير اللي كان اسمها هدسة مثلا، أبصر مش مهم، بس في ربط بجوز بين مستشفى هدسة. ولعلمكم مستشفى هدسة تقريبا أظن أنشئت الجامعة العبرية وما ألحق فيها فيما بعد من مستشفى سنة 1918، وفي بديش أقول بعض الأسماء اللامعة من مصر أجت واحتفلت معهم 1918 مع اليهود، يعني في إنشاء الجامعة العبرية وبعدين هداسة. وبتعرفوا أنتم بعد 48 هداسة ظلت في إيش؟ هداسة ظلت في القسم العربي، قصدي القسم اللي لم يحتل من القدس، يعني احتل القدس القديمة في 48، القدس الجديدة عفوا، احتلت القدس الجديدة الغربية، تمام، وبقيت القدس الشرقية وفيها هداسة. شو رأيكم؟ كان ضمن الاتفاقيات بقيت الجامعة العبرية موجودة، بقيت الجامعة العبرية في قلب الأحياء العربية، وكانوا اليهود يدخلوها بحماية الجيش الأردني كل أسبوع مرة يدخلوا، لأنها هاي أرضهم، بصيرش نعتدي عليها إحنا، ما هي أرض اليهود هاي. تصوروا في قلب القدس الشرقية، في قلب القدس الشرقية بقيوا اليهود من 48 إلى 67 يروحوا ويجوا، يروح بحماية الجيش الأردني. ليش؟ لأنه إحنا أصلا يعني المسلمين أمينين كثير على أموال الناس وأعراضها، بصيرش يعني نفرط. أيوة الجامعة العبرية وهداسة طبعا، ما هو أصلا مستشفى ملحق بالجامعة العبرية هو هداسة، تمام؟ هذا يعرفوها انتم، بقيت من 48 لل 67 وهم يمروا بحماية الجيش على ارضهم وممتلكاتهم. طيب المهم شو جاب الكلام؟ هامان. واذا به في الموسوعة شو بقول في الاخير؟ الا يطعنوا. هذه اذا ما فيش عندهم في العهد القديم هامان الا وزير الملك الفارسي اللي كان متزوج استير، وإله قصة، وفي الأخير أعدم. أعدم يعني الملك، بديش أرويكم قصة أستير. الملك الفارسي طبعا جميلة أستير، وبتعرفوا الجمال سلطان، مش بس الملك صار سلطان، ومرات في سلطان بحكم السلطان، هيك رجال ما هم يعني. فالمهم أستير اللي هو هدسة، شو بصير فيه؟
بصير في إشكال معين، الملك بيقدم وزيره هامان، بيقدمه بحلقه على خشبة. فيش غير هامان هذا في التاريخ الفارسي. بعد السبي اللي سباه نبوخذ نصر بتظهر بتلمع استير بعد 103 سنة، يعني القصة هاي بعد 100 سنة من السبي البابلي 586 قبل الميلاد. إذا تاريخ استير والملك الفارسي هذا والقصة إياها بعد قرن من السبي البابلي اللي كان 586 قبل الميلاد، كانوا إذا من ضمن المسبيين، ولأنها جميلة في الأخير صارت مرت الملك. طيب فش إلا هامان هذا، وإذا به في الموسوعة شو بيقولوا، وأنا أتبع وراهم في الموضوع، وإذا بهم يقولوا، شوف بيقولوا إنه في عند بعض الأديان الأخرى، الله يخرب بيت اليهود، وين في أديان أخرى بعد ما نقيم اليهود والمسيحية؟ يعني مين الأديان الأخرى هاي؟ هو في ديان أخرى يعني، لا يكون البوذية اللي حكى عنها هامان ولا الكونفوشيوسية. قال في بعض، يعني شوف قديش مهذبين بدهم يذكروا الإسلام، في بعض الأديان الأخرى صار هناك خلط أو سوء، يعني سوء تقدير وكذا، ظنوا إنه، يعني هذه الأديان الأخرى ظنت إنه هامان كان في مصر، هامان في مصر، وحقيقة بالنسبة لهم شو بيقولوا هم إنه هامان لا علاقة له لا بمصر ولا بفرعون ولا بموسى. هذا تخليط بعض الأديان الأخرى هاي اللي صار في عندها خلط وغلطت في الموضوع، كأنه المسلمين لما أخذوا عن اليهود في هالموضوع حسبوا إنه في مصر، هيك بدهم يقولوا، تمام؟ هيك بدهم يقولوا. طيب وطبعا هم دير بالك، طب ممتاز والله منيح اللي لقيته في الأخير إيش تقولوا فيه، تلوكوا وبيستغلوا. ولذلك إذا بتذكروا أنا سبق قلت لكم هون إنه المنجد في اللغة العربية والأعلام، وهو من أشهر الكتب الآن منتشرة في الأسواق، المنجد ما هو اللي كاتبينه قساوسة. فيوم عم بتبع في موضوع قضية الطلقاء، وبتعرفوا هذا منجد في اللغة العربية، يعني شو هم الطلقاء؟ وإذا به بقول الذين أدخلوا في الإسلام كرها. يا الله أكبر، أنت عربي ولا تاريخ؟ هاي واحد. أنت عربي ولا تحكوا عربي؟ هذا معجم، هذا مش معجم تاريخي، هو مش في الأعلام عم بتحدث. وبعدين مين قال إنه أدخلوا في الإسلام كرها؟ طب ما هو أصلا صفوان بن أمية بقي مشرك بعد الفتح، مين قال أدخلوا في الإسلام كرها وانتصارت؟ هو بالعكس الرسول قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مش أسلموا هم، ما أسلموش لما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما كانوش مسلمين يعني. شفتوا لما الدخلات هاي، وهاي دخلة منهن. طيب وإذا بها هالدخلة هاي، هذه اليهود اليهود مروجين لها من زمان، فوجدت أنه الرازي 606 هجري، 606 هجري توفي الرازي. فهون وإذا به في تفسيره في سورة غافر عم بيذكر شبهة اليهود، إنه وين هامان هذا في مصر؟ فيش هامان في مصر أصلا، هامان في هذا، هامان مذكور في التوراة في 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 بلاد فارس، شو جابوا لمصر؟ شوف من زمان عم بلوكوا هالتهمة، من زمان بلوكوها. طيب يا عيني، طيب انتم مش قادرين يعني، بس ما هو عديروا بالكم، هذا من قوة الإسلام انه بيحاولوا يشوفوا مماسك. كيف لما قالوا مثلا، وانا ناقشتها سابقا، يا اخت هارون، قال كن قالوا ايش يا اخت هارون، قال طب ما هو اصلا مريم ملهاش اخ اسمه هارون، طيب ليش هو عندكم في الانجيل قد ما هي مريم مهمة؟ مين ابوها؟ بيعرفوش مين ابوها. طب تعرفوش ابوها لا تعرفوا اخوها مثلا، بتعرفوش ابوها لا تعرفوا اخوها، طب بلكي لها اخو، ما انت ما ذكرتوش اسم ابوها حتى، بيعرفوش ابوها على فكره، مريم بيعرفوش ابوها، مريم ابنه عمران، وقالوا مش صحيح انه ابوها عمران، قلنا لهم طيب ممتاز، انو ابوها؟ ما يعرفوش، يلا خرب بيته. طب ما دام تعرفوش ابوها بتقولوا ابوها مش عمران؟ تمام، قالوا بنعرفش، انما مش عمران، لانه القران بيقولوا، تمام،
إنما مش عمران. طيب وهون قال يعني أخوها مش هارون، ليش هو القرآن قال إنه أخوها هارون؟ ما هو القرآن ما قالش، والرسول سئل، والرسول في الحديث الصحيح سئل إنه النصارى بيقولوا كذا إنه مريم ما لهاش أخو اسمه، قال كان رديت عليهم وقلت لهم إنهم كانوا يسموا بأسماء أنبيائهم، لأنه هارون الأول له أخت اسمها مريم، هاي تفاصيل أنا شرحتها سابقا، فكانوا يسموا بأسماء أنبياء. يعني ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مريم هاي لها أخو اسمه هارون، خلصنا. قال لهم كان رديت عليهم وقلت لهم إنه ما هو كانوا يسموا بأسماء أنبيائهم، ما هو هارون الأول في التوراة عندهم هارون أخته اسمها مريم، وحتى عندهم هارون ومريم تآمروا على موسى. يا سبحان الله، النبي الكريم هارون قال وهو أخته مريم تآمروا على موسى، وغضب الله عليهم. تفاصيل هذا عندهم. فالمهم طيب يعني شفتوا كيف. طيب افرضوا انه في واحد اسمه عندكم في التوراة يعني في بلاد فارس اسمه هامان، وبعد 100 سنة من السبي، شو بمنع انه يكون هالاسم هذا انتقل من مجتمع لمجتمع وتسمى في ناس؟ في مانع يعني؟ ما في اليوم ناس موسى عنا اسمهم وفي ناس اسمهم عيسى وفي ناس مش هيك واسمهم محمد، وبعد آلاف السنين، وهون بعد 100 سنة من السبي كمان. يعني شو معنات بعد 100 سنة من السبي؟ بعد قرون من موسى عليه السلام، شو بمنع يكون في بلاد فارس واحد اسمه هامان اللي هو عندكم، وكاين واحد في مصر اسمه هامان وزير فرعون؟ شو بمنع؟ طبعا المماحكة عند الإنسان، ما هو الإنسان أكثر شيء جدلة، بقول لك طيب ما هو أصلا مهم، ما هو أصلا مهم لما يكون وزير فرعون، مش معقول ما تذكروش التوراة، مش معقول ما تذكروش التوراة. طب ما هو فعلا وزير لفرعون واسمه هامان، والتوراة ما هي ذكرت أسماء شكل أشكال وألوان، أشكال وألوان، ما أصلا كلها أسماء، العهد القديم كله أسماء عكس القرآن كما تلاحظوا، لأن كتاب رباني أصلا ما لهش علاقة بالأشخاص. فهون طيب كان لازم يعني عندهم بيعتبروا أنه كتابهم المقياس، وطالما مش مذكور هامان ومش معقول يعني يكون مهم ما يذكرش في التوراة. طيب ممتاز، طبعا أنا بجيب لكم في الإنجيل عندكم في أهم من قضية نهاية عيسى عليه السلام كيف كانت في الأخير لما قالوا قام من القبر، قام من الموت. طيب وين راح؟ أين ذهب عيسى عندكم؟ في عندك 4 أناجيل، في إنجيلين بذكروا قصة أنه رفع، ورفع من جبل الزيتون إلى السماء. طب وفي إنجيلين بذكروش هالحادثة، في أهم من هالحادثة هاي، وين انتهى عيسى عندكم؟ وين راح؟ لما يكون في إنجيلين بذكروش، ومش بس بذكروش، وحتى قضايا مهمة إذا بتلاحظوا لما نطق في المهد اللي ذكرها القرآن ما فيش منه، فيش منه إنه نطق في المهد، وفي تفاصيل طويلة في أشياء مهمة لا هي موجودة في ممكن لكن ليش جبت هذا الكلام؟ جيد، في واحد اسمه موريس بوكاي فرنسي، طبيب من العلماء الكبار على فكرة في فرنسا، توفي رحمه الله، من العلماء الكبار في فرنسا، وإله على فكرة في اليوتيوب إله محاضرات، بتقدروا تحطوا اسمه وتحضروا له، موريس بوكاي من العلماء الكبار، وتلقى عدة جوائز، تلقى عدة جوائز إله بالعربي مترجم كتب منها هذا الآن مسلم وغير مسلم بديش أخوض فيها، لكن بيكفي نسمع شو بقول. في له كتاب اسمه وجيد موجود في العربي، وترجم العنوان بأكثر من ترجمة، لكن اللي انتشر عندنا القرآن عفوا التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وهذا كتب هذا ترجم لأكثر من 10 لغات وطبع منه بالملايين، طبع منه بالملايين وأثر في المجتمع الفرنسي. ها شو اسمه؟ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. الرجل درس التوراة وجد تناقضها مع العلم، درس الإنجيل وجد تناقضه مع العلم، قال درست القرآن اندهشت، وتفضلوا ما قدرتش أوجد على القرآن ممسك واحد يناقض العلم، بقصد بالعلم الحقائق، هو بقصد بالعلم الحقائق، ما وجدتش. ومش بس ما وجدتش، وتفضلوا قديش في القرآن علوم،
هذا كتابه. عادي بعد هيك تسألوني مسلم مش مسلم بهمنيش. تسألوني هو كتم إيمانه ما كتمش، إنما بدنا نشوف شو بقول. شو بقول؟ شو بقول؟ تمتوا؟ كيف الموضوع؟ لأنه هاي بيخضوا فيها أسلم مسلم. ليش أسلم مسلم؟ هم يعني في. طيب ما هو والمجتمع الفرنسي في بعض الفئات المتعصبة هاجموه. هاجموه بقوة وحدة. ليش طبعا؟ لأنه شعروا أنه كتابه هذا والكتب اللي بعدين أنها مدمرة. لأنه هو إنسان عالم كبير على فكرة ومرموك. موريس بوكاي مرموك. طيب في إله في اليوتيوب، لأنه في ناس بده يشككوا. لا أنا بدي تسمعوه. في إله في اليوتيوب 3 دقائق و20 ثانية. 3 دقائق و20 ثانية بتحطه في اليوتيوب، موريس بوكاي زائد هامان. في اليوتيوب حطوا موريس بوكاي زائد هامان. قالوا هم ايش؟ هذه الممسك اللي من ايام زمان اليهود مسكينه. ولاحظت حتى بعض المفسرين عندنا بيحاول يرد على الشبهة هاي، منهم مثلا التحرير والتنوير هذا الفحل، والرازي من زمان من 600 اللي توفى كذا، وكاينين عاملينها شبهة كبيرة من زمان انه هذا اصلا فيش هامان في مصر، هذا هامان وين؟ طيب موريس بوكاي لما تحطه موريس بوكاي زائد هامان بيطلع عندكم 3 دقائق و20 ثانية. الرجل بيحكي، موريس بيحكي بالانجليزي، شو بقول؟ بقول خلاصة كلامه انه سأل عالم من علماء اللغة الفرعونية القديمة الهيروغليفية. هيروغليفية هذا معروف اللي بيسموه، خلينا أقول اللغة المصرية القديمة. سأل عالم من العلماء قال له هامان، لاحظوا عالم من علماء اللغة الفرعونية، الآن مش اللغة الفارسية، اللغة الفرعونية، قال له هامان هذا يعني اسمه، سألوا عن اسمه، قال له هذا اسم لأسر من أسر الفراعنة، الأسر الحديثة. على فكرة ما هو الأسر الفرعونية قسموها أقسام، مثلا وجد بقوله موسى عليه السلام في الأسرة 19، أسرة فرعونية 19. طب هني كم أسرة؟ هني إما 30 أو 31. ليش قلت هيك إما 30 أو 31؟ لأنه لعند 30 الأسرة 30 كانوا كلهم من مصر الفراعنة، أو يعني تقريبا من مصر، ولكن الأسرة 31 مش مصري، بس عدوهم مع الفراعنة. انتهت تقريبا كل الأسر 31 سنة 332 قبل الميلاد. 332 انتهت قضية فراعنة، مع أنه استمرت آلاف السنين الأسر هاي، آلاف السنين الأسر انتهت 332 قبل الميلاد، قبل الميلاد. وعلى فكرة ما هو الإسكندر المقدوني بدأ يتسع واحتل فلسطين هنا وفي مصر، والإسكندرية أصلا سميت على اسمه. ما هو جال المنطقة 333 قبل الميلاد، اللي هو الإسكندر المقدوني. ما هو حكمت فلسطين قبل المقدونيين طبعا، عندكم الفرس وعندكم الأنباط وعندكم طبعا اليونان وعندكم الرومان. المسلمين هم اللي أزالوا حكم الرومان من بلاد الشام بشكل عام، تمام؟ يعني الرومان كانوا مستعمرين أصلا للمنطقة هنا لمدة 600 سنة تقريبا. طيب لأن الرومان تواجدوا في فلسطين على فكرة 60 قبل الميلاد، 60 قبل الميلاد، وعندكم الأنباط 90 قبل الميلاد كان الأنباط موجودين، وعندك 333 قبل الميلاد عندكم اليونان كانوا موجودين، وكورش الفارسي اللي توفى 536 قبل الميلاد أجا احتل وصل مصر. المهم هذه فلسطين طول عمرها على فكرة اللي بده يبني إمبراطوريات عالمية لها سيطرة لازم يجي هون، اللي بده يسيطر على العالم بده يجي هون، قلب العالم هون، وكل من كان لديه مشروع عالمي كان يجي هون. ولما أجا نابليون هون كان لديه مشروع أن يحتل الشرق كله الإسلامي، فاحتل مصر ثم جاء هون. هون ما قدرش يستمر 3 أشهر أقل، وأخرج ذليل،
هون عندكم عندكم ها ها آه. طيب المهم اللي كان له مشروع يعني لكل الشرق الإسلامي كله. شو بقول إذن موريس؟ فسأل هذا موريس بوكاي، سأله قال له هذا اسم فرعوني، أثريته فرعوني الاسم. طيب فرعوني وأسماء أسر الأسر الحديثة، ما في أسر قديمة أسر حديثة، هذا إذا ظهر الاسم في الأسر الحديثة، ما هو أصلا زي ما قلنا ما هو موسى عليه السلام في الأسرة 19. طيب هون طيب قال له إيش؟ قال له طيب شو رأيك، طبعا أنا بتصرف في الكلام، شو رأيك لو إنه في نص عربي في القرن السابع، شو يعني السابع؟ اللي هو 600 وإشي يعني الإسلام القرآن، في نص عربي، هذا موريس بكله، في نص عربي في اسم هامان. قال له مستحيل، يعني مستحيل إنه يكون في نص عربي. قال كتبت له، قال الرجل بيعرف عربي، ما هو بتعرف بتخصصه باللغات هذول، كتبت له هامان وقلت له في نص في القرن السابع الميلادي عربي في هامان. قال له مستحيل. ليش مستحيل؟ قال لأنه أصلا بتعرفوا أنتوا لما أجى نابليون واكتشف حجر الرشيد، اكتشف حجر الرشيد، والحجر الرشيد ما هو كان فيه على فكرة كيف قدروا يحلوا رموز اللغة الفرعونية القديمة هيروغليفية، كيف وجدوا نص على الحجر مكتوب فيه نص يوناني ونص إيش، نفس النص يبدو باللغة الفرعونية القديمة، بيعرفوا يوناني صاروا قدروا يكتشفوا ويعرفوا اللغة الفرعونية. هذا وين كان؟ في القرن التاسع عشر، 1800 وكذا، في القرن التاسع عشر، تمام. وبالتالي شو بده يعرفوا محمد أو بهالاسم أصلا؟ إذا بده يأخذوا من التوراة بأخذوا في بلاد فارس، أما أنه في الأسر الحديثة هذا كان كله تحت التراب. قال له مستحيل ما بكونش هذا. قال له على كل فدلوا على قاموس لعالم كبير في اللغة الفرعونية القديمة وين موجود؟ في مكتبة كوليج دي فرانس، فرنسي ما هو كوليج دي فرانس، مكتبة هذه بتجد فيها. قال وفعلا هو بيتكلم موريس بيعرض لك صورة ايش؟ صورة القاموس فيه اسم ايش؟ هامان فرعونيها، قاموس في اللغة الفرعونية فيه هامان. الرجل بيعرض صورة الصفحة اللي فيها هامان، شو بقول؟ بقول قال له هو العالم هذا، قال له ايش هذا النص؟ يعني شو هو النص العربي هذا؟ قال له ما بخبرك حتى تخبرني، يعني ما بخبرك شو النص حتى تخبرني انت. فدلوا على القاموس وفي مكتبة كوليج دي فرانس، تمام. قالوا رحت وشفت وإذا به كله تمام، هيو هيو هامان. قال بعدين رجع لهذا العالم وقال له هاي القرآن اللي في القرن السادس السابع ميلادي وهي هامان. قال فالرجل دهش وقعد فترة هيك مش قادر يعني بمنطقش، اندهش هامان. فالرجل قال له انه شو رأيك بلكي انا وياك نكتب في هالموضوع، انا وياك نكتب في هالموضوع. قال لكن توفى بعد 6 أشهر. شفتوا كيف الله سبحانه وتعالى؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال يعني بدهم ينتقدوا القرآن. ويا ما خاضوا فيها، هامان هامان وين هامان طيب تفضلوا تفضلوا هايو هامان كاين أثريته مش في بلاد فارس. وإذا به دققوا الآن، وهذا اللي بيقوله موريس بوكاي، وإذا به كيف بيعرفوا هامان في القاموس هذا؟ هامان كاين رئيس بنائين الأحجار عند فرعون. شو كاين وظيفته في التعريف في القاموس هذا العبري الفرعوني؟ شو كاين هذا وظيفته؟ رئيس يعني رئيس المهندسين، رئيس بنائي الأحجار. ما هم زمان كلهم بتعرفوا كله خصوصا أيام رمسيس
ما هو على فكرة من ابتاع هذا اللي لحق موسى عليه السلام ورمسيس اللي رباه. هاي تفاصيل أنا سبق بيانت الأدلة على الكلام. طيب وحتى موريس بوكاي على فكرة بيثبت هالكلام في كتابه، بيثبت إنه من ابتاح مش رمسيس. وطبعا رمسيس مشهور في الأبنية والتفاصيل، هاي شيء ضخم. ولما يكون على فكرة لما يكون إنسان رئيس المهندسين، هذا تعريفه. ولذلك شو قال فرعون لها شو قال فرعون؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. إذا تصوروا، وإذا به التعريف إيش كاين؟ هذا كبير مهندسين، وهو كبير مهندسين على فكرة مش معناته ما لهش مناصب ثانية، ما هم هذول اللي بيفلحوا في مثل هيك أمور. بجوز يكون هو رئيس الوزراء، وفعلا لاحظوا أنتم في الآيات اللي قرأناها، في الآيات اللي قرأناها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. مش جنود فرعون هذول، جنود اثنين. لأنه لما بكون عندي أنا ملك ورئيس وزراء، الجنود لمين؟ لاثنين. طب رئيس وزراء ليش؟ لأنه لما يكون محترف هو أصلا في الهندسة وغيرها، وكذولا كانوا يلموا بعلوم شتى أحيانا، بيكون له مركز، مش زي اللي بحطوهم اليوم. يعني في خلفية، خصوصا لما يكون أهم إشي في ديارهم الأبنية والمنشآت والتفاصيل هاي كلها، بيكون هذا مركزه كبير. هيو هامان ومع فرعون كمان ورئيس البنائين، وهي القرآن بيقول ابن لي يا هامان ابني. تصوروا هذا إعجاز، هذاك بكله مستحيل، هذا كله كان مش معروف قبل القرن التاسع عشر. وشفتوا كيف المساكين قال يعني بنتقدوا القرآن. الله أكبر. طب ما هم، أنا بدي أقول شغلة واحدة، يا الله خرب بيت اللي ما يقدر مضبوط. ما هو القرآن قال فقتل كيف قدر، هاي معناها. طب ما هو أنتوا أصلا تقدروش تثبتوا أنه دينكم من عند الله، ما هي بداية المسألة. ما هو الكتب اللي بين إيديكم ما فيها أي إثبات أنها من عند الله، ومنجيب لكم إثبات أنها محرفة. إحنا منجيب لكم إثبات أنها محرفة، وأنتم ما بتقدروا تجيبوا إثبات إلا من عند، يعني تجعلوها هي المقياس أمام القرآن اللي معجزاته كل يوم تتجلى، أمام القرآن اللي معجزاته كل يوم. طب القرآن أول قضية إثبت، هذه البدهية الأولى. كيف يعني بدك تقول لي هذا من عند الله؟ طب اثبت. هم بيقدروا يثبتوا انه من عند الله. الاناجيل اللي بيقولوا عنها او العهد القديم كله والعهد الجديد بيقدروا يثبتوا انه من عند الله، واحنا بنثبت لهم انه محرف. هم لو بضبوا حالهم كويس. حتى زمنيا دكتور، تاريخيا الهنان اللي في فارس في قصتهم يختلف عن في التاريخ في الوقت ما ماشي. احنا الان مش في مناقشة مشاكلهم، ولكن لاحظ طب ليش هم في مواجهة الاسلام بيكونوا متوترين بهذه الطريقة؟ لانه هو التحدي الحقيقي، هو الوارث اللي يرث الارض. هم بيعرفوا، ولا هم ليش ما بيحكوش في البوذية ولا في الهندوسية ولا في الكذا؟ ليش يرث الاسلام؟ حتى هم اليهود والنصارى متصالحين الان في مواجهة الاسلام في الفكر، في عالم الفكر. ومعظم المستشرقين معظمهم قادة يهود أو كلهم، وقساوسة وغيرهم مستشرقين كله بس الإسلام. طيب ممتاز، وهذا على فكرة ممتاز. ليش؟ لأنه إحنا في الفترة اللي كنا فيها لحظة تخلفنا، وهذا كأنه من سنن الله في التاريخ البشري، تخلفنا والأمة صارت أمية. تصوروا أمة العلوم صارت أمية، وكنت تدور على يقرأ كتاب في قرية ما تلاقيش، يقرأ يعني رسالة. والعلماء حتى اللي دارسين شريعة والكذا يا دوب يفك الحرف. طيب ضاعت البشرية لما حملت الرسالة ناموا. فالآن الاستفزاز هذا والتحدي هو اللي بيخلق على فكرة الوعي. الاستفزاز والتحدي هو اللي بيخلق الوعي. الأمم اللي بتتعرض لتحديات وبتجد مشكلات وبتحاول توجد الحلول هي اللي بتطور وعيها، وهي اللي بتنهض على فكرة. واللي ما بتلقى تحديات بتظل نايمة. الاستعمار ما دخلش
الاستعمار ما قدرش يدخل أفغانستان، جيوش إذا دخلت كانت تهرب. لذلك أفغانستان قبل ما يصير تدخل الاتحاد السوفيتي 1979 وغيره كانت بلد متخلف إلى أبعد الحدود، وبيحتاج إلى 300 سنة حتى يلتحقوا بالعصر الحديث. فالله أرسل لهم طنجرة بريستو اللي تنضجهم بسرعة. وزي هيك اليمن الشمالي، اليمن الشمالي برضو ما دخلته قوى استعمارية ونام. ولكن البلاد الإسلامية اللي صار فيها تحدي، صار فيها وعي وعلوم ولا. أما اللي ما دخلها استعمار وما قدر يدخلها، زي خصوصا هذول تنتين بيشبهوا بعض، جبليات وجبال هائلة، اليمن الشمالي وأفغانستان، هذول يا دوب جديد بدوا يتعرفوا على العلم ويتعرفوا على الحضارات، أقصد المعاصرة المدنيات والعلوم. نفس الصورة، فيك الصورة نفسها، تكتشف انه هذول اللي ما دخل استعمار يوجد تحدي، واللي تقوم الأمة وتنهض وتكتشف انه في استعمار، وتشعر وتشوف الفارق بين اثنين، وكيف بدها كيف تخرج استعمار، وكيف بدها تجسر الفوارق وتفاصيل. ولذلك كما قلت، اللي دخلها الاستعمار هي الآن الشعوب اللي عندها وعي وعلوم وهكذا. ما تظنوش إذن هذا الله سبحانه وتعالى ممكن يبتلي ليخرج، يبتلي ليخرج، ولا كان ظليتوا نايمين. تمام؟ ما هو احنا يعني قصدي مشان برضو هالطغاة اللي انتم شايفينهم على العروش، هذول جزء من التحدي، بدونهم مش رح يضبط. بتشوفوا احنا نفسر الان ان شاء الله، ولا انا ليش بدنا نفسر هاي الايات؟ ما هو قال لقوم يؤمنون، هاي هو بقول لك انا بروي هذا الكلام لقوم يؤمنون مشان يفهموا، مش مؤمنين حتى، لقوم يؤمنون. هذا الفعل المضارع اللي بدل على الاستمرارية. تمام؟ اللي بدل على الاستمرارية هذا هو، حتى لانه الناس اللي بتيأس هاي مش فاهمة معناته شو القصة، لانكم في الحدث ولانكم بتمار التحدي، والعفن اللي بعبنا هذا يظل موجود، العفن اللي بعبنا يظل موجود، والطغاة يظلهم خادعين الأمة وكأنهم أبطال تحرير، وهم أبطال هزائم، هزائم على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعداء الدين وأعداء الله، هذول هم الحكام على فكرة، ولا يشذ واحد منهم، وبقتلوا الأمم كلها بس يبقوا على العروش، لأنهم ما بينتموا للأمة أصلا، لأننا لا نزال مستعمرين. طيب شو هالبلوة هاي؟ ما هو لو ما ابتلاكم ما كنتوا عم تفهموا الآن، كان أنتوا نايمين. لو ما ابتلاكم ما كان بتفهموا، ثم يتخذ منكم شهداء وبيسجل مين ومين، ما هو يبتلي بعض ببعض، ثم حكمته سبحانه وتعالى يخرج وفي بينهضوا وفي بسقطوا، وما هو غربال، ما هو غربال، وشو بيبقى في الأخير؟ وما هي فتنة؟ بيبقى الذهب، لأنه الفتنة في أصلها شيء خام الذهب، ومن عرضه إحنا للنار. الشوائب كثيرة ولكن في النهاية عندنا ذهب، وبالتالي الأمة وإن كنتوا شفتوا شوائب كله بصفي ذهب، حتى المنافق بصير بكرة يسبقكم في الدعوة إلى الله وفي دعوة الحق، حتى المنافق، لأن المنافق لما يشوف الأمور تمام ما هو منافق على طول. طيب المهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، لأنه هذه الآية فسرناها وبينا، إذا بتذكروا أنه عندك مسألتين. المسألة الأولى أنه كل ما طالت المسيرة، كل ما بدأت الماء مسيرة الماء كل ما طالت، كل ما بدأ يصفى الماء، والزبد عن اليمين وعن اليسار بيكبر بيكبر بيكبر، ولكن في النهاية عند المصب كل شيء صافي. وكذلك الأحداث، كل ما طال الزمن كل ما على اليمين واليسار زبد 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 زبد، كله كاين في المي هذا، وإذا في الأخير كله صفاء. هذا المثال الأول اللي ضربه، الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا،
هاي فيما يتعلق بموضوع مسيرة الماء ومسيرة المجتمعات، وأما في إشي ثاني في الصهر ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ما هو هذا أمثال بضربها الله، هاي مثلين، طول المسيرة واللي أنتم شايفينها والنار، هاي الصهر هذا البريستو هذا بهم مش حكونا في العربي، ما هو مش إحنا اللي اخترعنا تنجرة البريستو، شو اسمها بالعربي؟ الضغط، تنجرة الضغط. المهم فهون هذا سبق شرحناه. ف ايش اللي كلام اللي قبله؟ طغاة على العروش. فاحنا احنا فيها الان، فيها والخلاص قادم، وانا مؤمن فيه تماما ومتفائل الى ابعد الحدود، والله بيخرج. وبعدين ايش زي ما قلنا، بيخرج الشوائب وبيكشف وبيفضح وبيفضح، وبكل الاشي اللي مخبى في عبنا من العفن بيطلع قاعد، وكله بصير امامك، بصير تتفاجئ انتو، الله اكبر الله اكبر، شو هذا كائن كله في عبنا، الله اكبر شو هذا. ايوه ولا مش قلنا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، مش بالاطلاع على الغيب بالتجربة، ولا كله مخبى ما بطلعكم مش على الغيب. النبوات ختمت، النبوات ختمت، والرسول مرات كان يكشف بالغيب، فهمنا بس. وبعدين طيب واحنا كيف؟ ايوه بالتجربة. وبعدين المهم تكونوا صادقين في نواياكم وتكونوا في طريق الحق، كل شيء بيكون تمام. طيب الان شفتوا هاي قضية هامان، انا ليش ركزت عليها برضو؟ جميل ترجعوا له وتشوفوا الرجل هذا، وهذا رجل على فكرة زي ما قلنا كتب، وكل كتاباته كل كتاباته واضحة انه مقتنع بالاسلام 100%. طيب شو ناقص يعني بدهم اياه يشوفوه بقول اشهد ان لا اله، ابصر قالها ما قالش مش قضيت. هو المهم واحد بقاتل باع وذراعه بكلهم، بس القرآن هو هذا كتاب سماوي، ما هو قال له لا، قال له طيب وين هيو، ما هو قال له هذاك، قال له مستحيل، قال له والله انا معك مستحيل، افهمه ما هو عارفه، قال له انا معك مستحيل، بس بعدين بوريك مشان تعرف شو معناته مستحيل. يعني طالما قالوا في القرن السابع وانت بتقول مستحيل، اذا هذا من وين المعلومة هاي؟ شفتها؟ طب هذا رجل ايش هذا؟ هذا رجل ايش اللي بيقول هالكلام هذا؟ واللي بيألف كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، شو بقول؟ شو بقول؟ طيب وهو نفسه اللي قال على فكرة انه قضية، ما هو اشرف على معالجة مومياء من بتاعه، هو ما هو طبيب كان على رأس طاقم في معالجة مومياء في تقريبا 75 مومياء من بتاح عفنت، فهو كان من الطاقم اللي أشرف، لأنه طلبت الحكومة المصرية من فرنسا، لأنه فرنسيين ما هم تعرفوا استعمروا مصر، وفي يعني في عندهم برضو في علوم الفراعنة والتفاصيل كثيرة، فكان هو رئيس الطاقم اللي له علاقة بالموضوع، ولذلك في كتابه بذكر موضوع انه طيب هذا شو جابه هون، هذا شو جابه هون. فبالتالي بذكر هو في كتابه قول الله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، انه الله نجاه. شو يعني نجاه؟ طب ما هو غرق، طيب غرق فهمنا، وفي التوراة غرق، هم ما قالوش فرعون غرق على فكرة، قالوا يعني جيش فرعون كله غرق، معناته فرعون معاه، اما هم ما نصوش في التوراة انه فرعون بالذات غرق، بس القرآن نص الى درجة انه بعض من يسمي حاله مسلم يعني من الناس اللي بيحرفوا الدين، واحد يعني له فيديوهات وتفاصيل كان بقول لك فرعون هذا ما غرقش، يلا يخرب بيتك ما هو ايوه، فاغرقناه ومن معه جميعا. بقول لك ما غرقش، ومش بس هيك بوديهوش على النار، بوديهوش على النار يعني مش رايح على كان قال المسلمين بيبعثوا بيسألونا شو رايكم هذا، شو راينا، شو راينا، كل اللي في القرآن. فأغلق وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخذ، اللي هو إيش، فأراد أن يستفزهم من الأرض، اللي هو فرعون يعني كان كلام عن فرعون، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه، قدم أغرقناه قبل اللي معه. التوراة قالت جيش فرعون اللي غرق، ما هو فرعون معهم، وقالوا ما رجعش حدا، يعني ما قالوش فرعون، بس قالوا كل جيش فرعون غرق ما غرقش حدا، الموضوع مش موضوع غرق. طب اللي بيغرق عبين ما يلاقوه
ما هو لما غرقوا جميعا حسب التوراة وحسب القرآن جميعا وما رجعش مخبر أكم يوم بده يقعد عبين الفراعنة ما يكتشفوا الجثث المعفنة، وإذا اكتشفوها يومين ثلاثة أربعة خمسة خلص انتهى، فيش مجال للتحنيط، خربت خربت. لكن القرآن، القرآن أعطى الجواب، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهينا احنا من اللي خلفه، وهينا احنا من استدل، وهينا مش هيك، مش بس احنا. طيب الآن القصص، فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني جاء موسى لمين؟ للرجل الصالح اللي مش، اللي مش شعيب اسمه، قلنا شيخ كبير. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت، نجوت من القوم الظالمين. قص عليه القصص، خلينا اول شيء نقول، لاحظوا قصة بعدين بنشوف معناها، قصة قصا وقصة قصصا، شوفوها كمان مرة، قصة قصا وقصة قصصا. شو قصدي اقول؟ لاحظوا تكلم او تكلم كلاما، هذه في عندي تكليما وفي عندي كلاما، تكليما وكلاما، سلم تسليما وسلاما. ايش الفرق بينهم؟ على فكره بديش اخوض في اللغه العربيه، مش راح افرق لكم الان بين تسليم وسلام، بس على كل مصادر في شيء اسمه مصدر واسم مصدر. يعني سلم تسليما، التسليم هذا المصدر، وسلام اسم المصدر. كلم تكليما او تكليما هذا المصدر، واسم المصدر كلام. ولذلك ليش جبت هالكلام؟ لانه قص قصا وقص قصصا، القصص اما مصدر او كيف لما تقوله تكلم كلاما سلم سلاما وقص قصا وقص قصصا. شو قصدي اقول؟ مشان الغي من ادمغتكم تظنوا انها جمع، لانه القصة جمعها قصص، والقصص هذا مش جمع قصة. ها فهمتوا ليش دخلت في الموضوع؟ اذا القصص مش جمع قصة، جمع القصة شو معنى قصة؟ يعني الشأن والحادثة. كيف لما كل واحد شو قصتك انت؟ يعني شو الحادثة؟ احكي لي، قص علي، بعدين بنعرف قص، قص علي، قص علي. طيب لما بقول له بهذه الطريقة فهي قصة، الحدث اللي صار قصة، خصوصا لما بخبر فيها قصة. شو جمعها؟ قصص. ولم ترد كلمة قصص في القرآن اللي هي جمع قصة. طب والقصص جمع قصة؟ لا، هذا اسم مصدر، او بعض العلماء بيقولوا مصدر وبعضهم يقول اسم مصدر، بديش الان اخوض، مش قضية، وانما عشان هيك قلت قص قصا وقص قصصا، اذا ما لهاش علاقة بالجمع، افهمها، هي ميزنا. ولم ترد في القرآن الا قصص تقريبا بجزء اربع مرات، تقريبا اظن اربع مرات وردت القصص وقصص. تمام، اذا هاي اول قضية نفهمها، انه مش جمع قصة، مش جمع قصة. طيب كيف لما تقول تكليما او كلاما؟ ملوش علاقة، كلاما تكليما كلاما سلاما تسليما، هذا هو قصا قصصا، وجمع القصة قصص. طيب انسونا من القصص هاي. طيب هاي اسم السورة القصص. فلما جاءه وقص عليه القصص، المقصوص، قص عليه المقصوص. طب ايش القص؟ ايش القص؟ ويبدو
انه الايات راح تاخذ معنا كمان جوله مشان نوصل للي بدنا اياه في واقعكم الموجود, في واقعكم الموجود. لانه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق, كنت قايل بالحق في الاول انا, لقوم يؤمنون. والعجيب قوم هاي, قوم يؤمنون هذه مش للافراد, هاي هاي لقوم يؤمنون. قوم يؤمنون قوميتهم الايمان, القوميه اللي بتجمعهم الايمان. طب شو يعني قوم؟ شو يعني قوم؟ طيب لقوم يؤمنون, اذا هي لنا, هي لنا. فنفصل في الموضوع ان شاء الله. وجيد انه لو نبقى نرجع شويه للايات اللي سبقتها في سوره النمل والعلاقه بينهم, اخر ايه وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون, تفهموها. بعدين دخل في موضوع سوره النمل, شوفوا لاحظ سوره القصص اخر النمل. اذا وقل الحمد لله سيريكم اياته, كيف كيف, ودير بالكم مكي, ايات مكيه, شوفوا الثقه الكامله, وحي الثقة الكاملة. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. لأنه بعض الناس بيقول لك شو هو الله ما بيعلم باللي بيصير ولا شو, وشو القصة, فهموها. بيشوفوا هالطغيان وبيشوفوا هالكذا وبيشوفوا كذا وبيظنوا انه هذا هذا كأنه خلاص يخلد وهذا هو الواقع اللي ما فيش منه خلاص, وهم مش مدركين حكمة الخالق. بعدين بنبين كيف كيف الله سبحانه وتعالى بيخرج من ارحام الفتن المولود الجديد اللي بتشوفوه انتم, بتشوفوه انتم المولود الجديد, وبيصبح كله ماضي, وبتشوفوا المنافقين كلهم معكم وقتها غض الطرف, وخلي المنافق وقتها يؤمن, لانه القران ما برضه ما يأسش من المنافقين انهم يؤمنوا. ماشي, بتشوفوه. طيب اذا واللي قبل الايات, ثلاث ايات قبلها, إذن بتمهد للدخول في سورة القصص, وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وبارك الله فيكم.